السلام عليكم أيها الأحبة أينما كنتم. أيها الأحبة، سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا يزور أو زار العراق على رأس وفد كبير مكون من ما يقارب 65 شخصية رسمية روسية. طبعا روسيا غنية عن التعريف، خصوصا ما يتعلق بالأحداث التي تجري في أوكرانيا، الدواعي، الأسباب، الأهداف، المبررات. روسيا طبعا هي البلد الذي أوقف كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على قدم واحدة، جاء إلى العراق لبحث الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات الروسية في العراق، وأيضا لبحث آليات تسديد ديون بغداد لشركات موسكو. هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم. أيها الأحبة، كما اعتدنا في كل حلقة من حلقاتنا نتناول أهم المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان كيف ننظر وماذا ننتظر، وهل يحمل لافروف رسائل تحذيرية الكاتب عباس الزيدي؟ تعالوا نقرأ مقطع منه سوية. لماذا جاء لافروف إلى بغداد؟ الكاتب ياسر الربيعي. الموقف العراقي الرسمي من الحرب في أوكرانيا ليس إلى جانب روسيا بالتأكيد، فالموقف الحكومي وبحكم كون العراق بلدا محتلا من الأمريكان والوجود المهم والمؤثر لقوات الناتو في العراق عوامل تجبر الحكومة العراقية على اتخاذ موقف بعيد كثيرا عن روسيا. ولذلك قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين في المؤتمر الصحفي المشترك مع لافروف: موقف العراق واضح من الحروب، لذلك ندعو إلى وقف إطلاق النار للحرب الروسية الأوكرانية، كما ندعو إلى إنهاء الأزمة عبر الحوار. وفي محاولة لوضع العراق في إطار ما يريد، تحدث لافروف عن وجود الشركات الروسية في العراق، منوها بأن استثمارات هذه الشركات بلغت في مجال النفط فيه أكثر من 10 مليارات دولار. مرحبا بكم مرة أخرى، وبودي أن أنوه إلى أن ما قرئ هو مقطع من مقال حمل عنوان لماذا جاء لافروف إلى بغداد، الكاتب ياسر الربيعي. كما أدعوكم للانضمام معي للترحيب بضيوفي الأكارم، الدكتور هاشم الكندي الباحث والكاتب ورئيس مجموعة النبأ للبحوث والدراسات، الكاتبة والباحثة في الشؤون السياسية الأستاذة تبارك الراضي. مرحبا بكما ضيفين كريمين. دكتور هاشم، كون العراق مصدر مهم ولا يمكن تجاوزه من مصادر الطاقة العالمية، وهذا ما جعله محجا للوفود خصوصا الدول الكبرى، كيف يمكن للعراق أن يستثمر هذه الزيارات وهذا التوصيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء تحية لكم أستاذ الفاضل، تحية موصولة إلى ضيفتكم الكريمة ست وهذا، وتحية إلى ملاكات ومشاهدي قناة الأيام. العراق من الطبيعي أن يستثمر الظروف والمتغيرات في هذه المرحلة تحديدا، وهو أيضا مع انطلاق حكومة جديدة تريد أن تعالج إشكاليات مراحل سابقة وأيضا تصحح أخطاء وقعنا فيها، وبعض هذه الأخطاء يراد لها أن تستمر، وتحديدا الكوارث والأخطاء التي حدثت في الحكومة الأخيرة. وهنا أنا أتحدث عن أمور جرت بتدخل مباشر لجعل القرار السياسي العراقي مقيدا تحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى هذا الأمر لا يكون إطلاقا دون دليل. أنا سأقدم الدليل مما صدر عن من الأمريكان أنفسهم. الأمريكان بعد أن فشلوا بالاحتلال العسكري المباشر بفعل المقاومة الإسلامية العراقية وطردوا في نهاية عام 2011، هم أعلنوا بأنهم ندموا على خروجهم وأرادوا العودة، وكانت داعش هي المحاولة الجديدة لاحتلال العراق، وهذا أيضا ما صرحوا به، هم قالت به هيلاري كلينتون وقال به ترامب.
أيضا هذا الأمر فشل. وعندما لاحت ملامح الفشل الكامل للعودة الأمريكية الجديدة لاحتلال عسكري وتواجد عسكري أمريكي ينتج عنه احتلالات أخرى التي هي منها سياسية واقتصادية وثقافية، ذهبت أمريكا إلى أن تعد ترتيبا كان في الشهر الخامس من عام 2017 أي قبل 7 أشهر من إعلان النصر النهائي على داعش، بعد أن تقنت أمريكا أنه منتجها سيذهب فاشلا وأن ما يسمى أمريكيا بفائض القوة عند القوى العراقية تحديدا الإسلامية هو ماضي إلى البناء وإلى معالجة كل ما كان يذهب به الأمريكان بالتحكم وحذف المسارات. ولهذا خرجوا بما يسمى بتقرير الرؤية الأمريكية لمستقبل العراق وما يعرف بتقرير كروكر. في هذا التقرير الذي صدر في عام 2017 في الشهر الخامس كان يحدد المسارات التي تريدها أمريكا للعراق ومنها بما يتعلق بصرف فائض القوة هو استهداف المنتج الأكبر والفخر للعراقيين جميعا صاحب المنجز وهو الحشد الشعبي، استهدافه بصور متعددة، وأيضا بما يتعلق بسحب العراق ليكون خارج محور المقاومة والعزة والاعتزاز بأن يربطوا العراق بدولتين تحديدا سميت هذه الدولتين وهو مصر والأردن باتفاقيات اقتصادية. لماذا مصر والأردن؟ لماذا مصر والأردن؟ لأنهم الدول التي في المقدمة دول التطبيع وكذلك سحب العراق وحتى تتخلص من مكافآتها المالية التي تقدمها لكل من الأردن ومصر وترفع الإبع عن الخزانة الأمريكية وتضع هذا الإبع على الخزانة العراقية. وأكثر من هذا أكثر من هذا هو التحول من الاحتلال العسكري الذي لا يمكن أن يحدث بعد ذلك إلى الاحتلال السياسي والاحتلال الاقتصادي. الاحتلال السياسي شاهدنا كيف حركوا من سرق المطالب الحق لأبناء الشعب العراقي في عام 2019 لينتجوا بعد ذلك حكومة بطريقة كيف كانت وكيف أدت شاهدناها بصورة كاملة، وأيضا كيف سحبت العراق إلى ما يريده الأمريكان بأن يكون العراق مؤديا لما يريده الأمريكان. الشيء الجديد هو ما حصل بالحرب الأوكرانية الروسية أو الروسية الأوكرانية. هذه الحرب هي بشكل واضح هي حرب معدة أمريكيا لاستنزاف روسيا. أمريكا التي استشعرت أن هنالك توجها جديدا، أن القطبية انتهت المفردة القطبية الواحدة وأن العالم يتجه إلى محور جديد فيه الصين وفيه الروس وفيه الجمهورية الإسلامية التي هي عدو أمريكا والتي هي تقود محور المقاومة. ولهذا أرادوا إشغال الروس بحرب استنزاف طويلة، حرب لا تتوقف وحرب لا يكون فيها منتصرا، لا بد أن تبقى طويلة حتى يستفيدون بالصين. يعني لو نراقب بموضوعية الآن لا حديث لا من أمريكا ولا من أي دولة من الدول الأوروبية أنه لنوقف الحرب الأوكرانية الروسية، لا ليس مسموح حتى ذكر هذا الشيء، وإنما هم يودون الأوكرانيين بالأسلحة حتى تستمر الحرب بصورة كاملة. هنا أيضا الأمريكان أرادوا أن يستخدموا بلد احتلوه سياسيا واقتصاديا وثقافيا وهو أوكرانيا، وأيضا جاءوا بنموذج ليقود هذا البلد بطريقة كما جاءوا لنا برئيس وزراء زيلينسكي. نموذج الأوروبي، هذا النموذج يؤدي الأمريكان ما يريدون، ولهذا هو قاد الشعب بأرواحه بدماءه باقتصاده بمقدراته بكل شيء ليكون كما يريد الأمريكان. يحاربون بأوكرانيا يحاربون الروس. الآن بالمتغيرات الجديدة بعد أن خرج الروس من معادلة الطاقة بما يتعلق بأوروبا هم استخدموا هذا الأمر بضغوطات معينة. الأمريكان أرادوا أن يضعفوا
اللغوص متغيرات أخرى 10 مليون برميل لابد أن تعوض. هذه البراميل لابد أن تعوض وهي مهمة جدا لأوروبا بشكل أساسي، لا يمكن أن تعوض إلا من خلال الدول المصدرة. الدول المصدرة جميعا والعراق أحد. أقول عفوا هذه معلومات رسمية من الأوبك. أوبك بلس ليس من قدرة لزيادة الإنتاج لدى كل دول أوبك المصدرة إلا لدى بلدين، العراق وإيران. العراق لديه قدرة أن يرتفع إلى 8 مليون برميل في عام 2027، والجمهورية الإسلامية أيضا لديها مدى كبير بأن تصدر. الجمهورية الإسلامية رفضت أن ترفع عنها محددات التصدير كما أرادت أمريكا. نعم. وقالت لابد أن يكون هذا الأمر مرتبطا برفع العقوبات الضاربة. نعم. وغير القانونية. نعم. العراق لأنه كان تحت إدارة من جاء به الأمريكان. نعم. وفرضوه. نعم. ذهب إلى أنه يطلق هذه الأمور ارتباطة بالأردن، ارتباطة بمصر، تلبيته لما يريده الأمريكان. وهنا أرادت أمريكا أن تجعل من العراق أيضا بلدا يحارب به الروس والصين ومحور المقاومة اقتصاديا وسياسيا. ولهذا تحديدا مع الحكومة الجديدة الذي جاءت خطوات أمريكية لتقييدها ومحاولة إخضاعها أو إركاعها أو تقييدها بالإجراءات التي صدرت من الفدرالي الأمريكي، كان حضور الروس سريعا كان حضور الروس لكي على الأقل أن يثبتوا شيئا. لا، أنا أريد نتحدث به باستفاضة. يعني فدعني أنتقل حتى أكون عفوا. أن تكون الأمر أن يكون الروس حاضرون أولا حتى لا يكون العراق ليضر بمصالح لخدمة الأمريكان، وأيضا أن لا يكون العراق أداة لمعاقبة روسيا الصديق التاريخي. نعم. نعم. أيضا بيد أمريكا. مرحبا بيك ست تبارك. العراق حصل على استثناء من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الجمهورية الإسلامية في تعاملاته التجارية. هل تعتقدين أن زيارة لافروف إلى بغداد لحث بغداد للحصول على استثناء أيضا فيما يتعلق بتسديد ديونه للشركات الروسية ولإيجاد فرص استثمارية روسية في العراق؟ بداية مساء الخير عليك أستاذ علاء وعلى الدكتور هاشم. بداية يعني لازم نعرف أنه العراق غير معني بالعقوبات الأمريكية. نعم. على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية، لكن هو ملزم بأخذها بنظر الاعتبار لكون أنه جميع معاملات العراق تمر عبر الفيدرالي الأمريكي. حتى هذا الأمر العراق ما ملزم به. إحنا إيش وقت فتحنا حساب الفيدرالي الأمريكي نتيجة يعني وجودنا تحت البند السابع والقرار رقم 687 القاضي يعني بتسديد الديون للكويت. بعدها بعد 2003 مجلس الأمن قرر يفتح حساب بالفيدرالي الأمريكي يودع بإيرادات العراق النفطية، يستقطع منها حسب نسبة هو حددها لديون الكويت والباقي يحول باسم حساب بوزارة المالية. في ظل رزوح العراق تحت البند السابع. نعم صحيح. نعم. يحول باسم حساب بوزارة المالية، الحساب. نعم. باسم الوزارة، يديره البنك المركزي، ومن ثم العراق بإمكانه التصرف بأرصدته. عام 2010 يعني مجلس الأمن الدولي ألغى تقييد العراق بتحويل أمواله ووجودها داخل الفيدرالي الأمريكي، لكن لكوننا احنا بعدنا ما مسددين ديوننا بقت الآلية يعني مستمرة بأنه تحول الفلوس للفيدرالي الأمريكي. بعام 2022 العراق سدد كل ديونه ومجلس الأمن يعني سد الحساب وأرجع المتبقي من الأموال اللي كان يسددها العراق للعراق. إذن إحنا الآلية مسبقاً من 2010 ملغية. وإذا نرجع بالسنوات السابقة راجع البنك المركزي راح نشوف أنه العراق خلال الفترة السابقة كان بإمكانه أن يودع يعني أمواله ببنوك ثانية. كان عندنا بال 2009 أموال ببنوك الإمارات، فرنسا بعد. وكان بإمكانه تعتقدين؟ بإمكانه ولا زال بإمكانه، ما نلغى القيد على وجود أموالنا. نعم. بالفيدرالي الأمريكي يعني من العام 2010. تبى تشوفين هذا حكي نظري عمليا عملياً عندنا فلوس. الأمريكان ممسكين بخناق العراق
الأمريكان بالتأكيد ما راح يقبلون لأي أحد يسحب احتياطاته خارج يعني البنوك الأمريكية أو خارج الفدرالي الأمريكي، لكن يعني واقعا الأمريكان شنو راح يسوون؟ حرب عالمية ثالثة. بالتالي العراق من مصلحته تنويع مصادر احتياطاته بالتأكيد. لأنه إحنا راح نخسر بوجود أموالنا داخل الفدرالي الأمريكي، نخسر أسعار الفوائد. وإحنا نعرف يعني بال 2022 إلى هذه السنة مرة واحدة الفدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار ربع فقط، رفعها إلى 5. أيضا راح يخلينا تحت ضغط الابتزاز السياسي والتقلبات السياسية، وهذا اللي دا يصير، وهذا اللي دا تريد إذا خطط له أمريكا ودا تعمل عليه. لازم يفترض أن يعني بفكرة الطبقة السياسية تزول فكرة عدم التكافؤ بالسيادة مع الولايات المتحدة. إحنا دولتين متكافئتين بالسيادة، يوجد الكثير من الدول منوعة مصادر احتياطاتها وعندها أموال ببنوك ثانية، بنفس الوقت تتمتع بعلاقات مع واشنطن، شنو اللي يمنع؟ إذن الموضوع بحاجة فقط أن نفكر أنه إحنا دولة متكافئة من ناحية السيادة، وهذا دائما اللي يؤكده مجلس الأمن بقراراته بأنه العراق دولة تامة السيادة لها حق التصرف بمواردها. جيد. ضيوفي الأكارم، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا آخر من مقال حمل عنوان كيف ننظر وماذا ننتظر وهل يحمل لافروف رسائل تحذيرية؟ الكاتب عباس الزيدي. هل يحمل لافروف رسائل تحذيرية؟ الكاتب عباس الزيدي. لا شك أن روسيا حريصة على وحدة العراق، ولطالما وقفت بالضد من المشاريع الانفصالية ووظفت دورها في مجلس الأمن واستخدام الفيتو في كثير من القرارات الجائرة التي تستهدف العراق. والزيارة اليوم تأتي للحث على التواصل والتعاون المشترك بين البلدين وإبعاد كل ما من شأنه تعكير صفو تلك العلاقة، وأن يتجنب العراق عوامل الضغط والتأثيرات الأخرى الأمريكية والخليجية التي تعمل على إنهاء الصداقة بين البلدين. روسيا تراقب بدقة وتنظر إلى الأحداث بعين الريبة والشك والقلق فيما يتعلق بوجود قواعد الاحتلال الأمريكي في العراق، والأنباء التي تتحدث عن نشر صواريخ باليستية أمريكية ربما تحمل رؤوسا نووية في إقليم كردستان. مرحبا بكم مرة أخرى، وأجدد الترحيب بضيوفي الأكارم. أستاذ هاشم فؤاد حسين اليوم رايح لواشنطن، هل ستكون قضية الاستثناء على أجندة حواراته هناك؟ زيارة واشنطن المعروف عنها أنها تأتي لمعالجة دولار. العقوبات التي فرضتها أمريكا والضغوطات الابتزازية على الدولار وما حدث فيه. نعم. والمفروض أنه تكون عند الطرفين معالجات. نعم. الأمر الآخر أنه زيارة الوفد الروسي مهمة وللعراق واجب استثمارها، بمعنى أنه أولا العراق أمام لابد أن تكون هنالك انتقالة لتنوع بيع تاروتا بغير الدولار بما تفضلت به استمارك بما يتعلق بتقييد العراق أن يبيع بالدولار، وهذا الدولار يحتجز عند الأمريكان وهم يتحكمون به. اليوم عندنا رصيد أكثر من 115 مليار دولار في الفدرالي الأمريكي، العراق لا يستطيع أن يتحكم به، بالتالي خارج سياق السيادة والاستطاعة. أيضا الأمريكان متدخلون بي حتى بإدارة هذه الثروة وعكسها. نعم. بما يخدم. نعم. الشعب العراقي. العراقيين يتذكرون كيف صرح ترامب بأن الثروة العراقية من حقهم يعني. نعم. أكثر من هذا أنهم أصبحوا يتدخلون حتى في تقديم الخدمات للعراقيين. نعم. بمنعها. نعم. الأمر الآخر، ما حصل أخيرا من انسحاب توتال الفرنسية رغم الزيارة التي ذهب بها رئيس الوزراء محمد الشيخ السودان، توتال أرادت أن تستغل الظروف التي تعرفها جيدا لتذهب بزيادة حصتها من جولة التراخيص بما يتعلق بالاستثمار الغاز. وهذا الأمر فيه حيف وظلم للعراق ولثروات الشعب العراقي، وكانت تتصور أنه هذا الأمر ضاغط. هنا عندما حضر الروس كان واحدة من الرسائل أنه
من الممكن أن يعتمد العراق في أن يستثمر غازا على روس إذا ذهب الفرنسيون إلى يريدون إلى حالة الفرض والهيمنة والابتزاز. الروس حاضرون في هذا الأمر، وأيضا هذا يعطي حرية للاستقلال بالقرار السياسي العراقي. الزيارة لابد أن تستثمر هذا الأمر، إنه العراق لابد أن تكون له بدائل، وأن يكون العراق حرية في أن يتوسع بعقد الاتفاقيات والصداقات مع الجميع بعنوان وبمبدأ المصالح المشتركة والاحترام المشترك، وهذا هو أصل العلاقات السياسية مع الدول حتى مع الأمريكان. نحن لا نريد الأمريكان أن يكونوا أعداء دائما، نريد أن الأمريكان أن يحترموا العراق سيادة مصالحا، وأيضا يحترموا كرامة الشعب العراقي. إذا عملونا وعاملونا كبلد مستقل وكبلد ذو سيادة وبلد من حق أن يقدم مصلحة أبنائه على المصالح الأخرى، فهذا الأمر هو قائم. أما أي أمر غير هذا فليس أمام العراق إلا أن ينتهج المنهج الذي جربه مع الأمريكان ونجح، وهو منهج المقاومة. قاومنا عسكريا عندما كانوا يحتلونا عسكريا ونجحنا، وهذا من قوانين الدولية. الآن لابد أيضا أن تكون إذا لم يتعرض الأمريكان ويغيروا من أدائهم السياسي والاقتصادي، علينا أيضا أن نكون مقاومين سياسيين وعسكريين لنحقق العزة والكرامة ورفع عليه أبناء شعبنا. ممتاز. ست تبارك، أولئك الذين وصفوا بذيول أمريكا يبدون تحفظ على زيارة لافروف للعراق، شنو جواب هذا التحفظ، خصوصا أنه إحنا العراق وكما عبر الدكتور الكندي أن هناك مصالح تاريخية، علاقات تاريخية، مصالح تاريخية بين العراق وروسيا؟ بداية أنا ضد يعني حصرهم أو تسطيح ما يقومون به تحت عنوان ذيول أمريكا. يعني هؤلاء أكبر من أن يكونوا ذيول. يعني في الولايات المتحدة يسمون صانعي سياسات الولايات المتحدة ومروجي سياساتها بالخارج، هم تحت إشراف وزارة الخارجية وضمن استراتيجية الشؤون الخارجية التابعة للولايات المتحدة. اللي يتولى هذه العملية هي مباشرة مهام الرئيس، اختيارهم تنظيم عملهم مهام الرئيس ونائب الرئيس ووزير الخارجية. إذن يعني أناس يختارون على هذا المستوى أدوارهم أكبر، هم يا أما يصنعون سياسات خصوصا في البلدان اللي بها مصالح أمريكية، يا إما يروجون لسياساتها ويدعمونها. وبالتالي يعني أنا ضد أنه يسمون ذيول، هؤلاء صانعي سياسات الولايات المتحدة بالخارج. هذول مو صانعي، عفوا، هذول منفذين السياسة، مروجيها منفذينها، لكنه إحنا من حيث موضوعهم داخل بلد هم جزء منه ويتحولوا إلى منطقة يعني تنفيذ أجندة العدو. من تقول ذيول راح وتبينهم على أي حال تافهين. إذن يعني نعم نعم نصر على هذا، يجي هذا يجي ضمن استراتيجية واشنطن لأنه ما تخلق منافس إلها داخل العراق. يعني ذول يشوفون إنه يعني العراق حصة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الرؤية اللي إحنا نحاربها بالتأكيد. لذلك أنت راح تشوفهم ينشطون خلال هذه الفترة، وصار يومين يعني تشوف هذه الحركة. إذن هم جزء من الاستراتيجية. من الممكن إذا ما فكر العراق بالنهاية هو القرار قرار حكومي، إذا ما اتخذت الحكومة قرارها بتنويع يعني مجالات تعاملات العراق التجارية والمالية واتفقت مع واشنطن بالتعامل على أساس السيادة والمصالح. يعني اليوم احنا بنقول ننطلق من علاقات متوازنة، هذا يعني خصوصا عمليا اللي دا يصير الانطلاق من علاقات وضع يعني هدف انه ننطلق من علاقات متوازنة، عمليا جاي يخلي السياسة الخارجية العراقية تتفاعل بصيغة تكتيكية خالية من اي شراكة استراتيجية مع القوة الصاعدة المهمة الصين روسيا إيران، ويخليها تفتقر لأفق طويل الأمد إذا ما حددت الولايات المتحدة اختيار الشريك للعراق مثل ما صار بفرنسا. بالتالي لازم العلاقات تنطلق على أساس المصالح، ولازم تفهم واشنطن هذا الأمر بالنهاية لأنه المصالح ذاتية التبرير. اليوم أنا ما أحتاج أبرر إذا انطلقت من مصالحي ليش اختارت الصين،
أو ليش اختارت روسيا. لكن من أقول علاقات متوازنة ومثل ما شفنا عمليا هي كلها مجرد خطوات تكتيكية بدون استراتيجية بعيدة المدى. دكتور هاشم، يعني هذه الزيارة المهمة والمفصلية في الواقع، هل نتوقع منها أن تتمخض عن تفعيل للغرفة الرباعية اللي ضمت روسيا، العراق، سوريا، الجمهورية الإسلامية؟ نتوقع تفعيل هذه الغرفة؟ الغرفة الرباعية كانت في حينها لظرف خاص ولضرورة، نعم، ما يتعلق بمواجهة داعش، نعم، وفي هذا الأمر لعله بالتجربة حتى يكون عبرة بالموضوع. نعم. في حينها نتذكر أنه أمريكا من عام 2014 بعد أشهر من إطلاقها داعش، نعم، جاءت وهي كانت تقول بأن داعش لن يقضى عليه إلا بثلاثين عاما. نعم صحيح. كان قبل ذلك الإرهاب قد ضرب سوريا أيضا بتحركات، نعم، أمريكية، نعم، ومن من يتبع أمريكا في، نعم، المنطقة محورها. نعم. من عام 2011 إلى عام 2015 عندما حضر روس، حضر روس قالوا سنقضي على الإرهاب خلال ثلاثة أشهر، نعم، وبعد ثلاثة أشهر واضح أنه الإرهاب انكسر في سوريا. نعم. ماذا فعل روس؟ ضربوا مراكز القيادة والسيطرة، نعم، مراكز الاتصالات، وضربوا التمويل داعش تهريب النفط، بينما هذا الأمر لم يستمده الأمريكان طيلة السنوات، نعم، في العراق، وهم كانوا متسيدون، نعم، في الجو لأنهم لا يريدون لداعش أن ينتهي. صحيح. عندما تشكلت غرفة العمليات الرباعية من البلدين الذين ابتليا بإرهاب داعش، العراق وسوريا، ومن الأصدقاء الحلفاء الحقيقيين اللي هم روسيا والجمهورية الإسلامية، ما أن انطلقت هذه الغرفة إلا وحققت نجاحات حقيقية. نعم. بالأرقام، نعم، 80% من قيادات داعش تم القضاء عليهم بعد تأسيس هذه الغرفة الأمنية الرباعية بمشاركة الجميع، وكان الجهد الأكبر للعمل الاستخباري العراقي في هذا العمل. هذا النجاح لابد أن يعزز أمنيا كما كان في التحدي الأول، يعزز الآن على التحدي الجديد وهو تحدي اقتصادي، وهذه الدول أيضا هي مستهدفة، لا زالت مستهدفة اقتصاديا بعيدا حتى مع المعايير الإنسانية. مثلا الآن، مثلا هذا مثال واضح، لربما نجد من يخرج بالتبريرات حتى غير الإنسانية لعقوبات تستهدف الإنسان في الجمهورية الإسلامية، نعم، وليس السياسي، نعم، فضلاً عن 40 سنة حزب. ماذا نقول اليوم، نعم، عن بلد مثل سوريا يتعرض إلى زلزال مدمر وعقوبات أمريكية، نعم، مسمى عقوبات قيصر، تمنع حتى إمداد يد العون والمساعدة، وأيضا من يرتهن بالقرار الأمريكي، نعم، حتى نسوا شعارات العروبة، نعم، والقومية، إنه حتى على المجال الإنساني لا يقدم. فبالتالي هذه البلدان التي هي معاقبة أو تريد أمريكا أن تعاقبها أو تسيطر عليها، لابد أن تعود لتتفق وتعيد هذه الغرفة، ولكن بعناوين جديدة، عناوين التحدي الاقتصادي والسياسي، ولربما إذا برزت تحديات أخرى أيضا أن تكون قائمة ما يعطيه، وهذا حق ضمن القوانين الدولية، أن تذهب الدول إلى مصالحها تحديدا. أنه أمريكا تتعامل مع العراق مثلا على اعتبار أنه العراق ليس في حالة عداء، نعم، العراق الرسمي مع أمريكا، ولكنه لا ترضى له أمريكا، لا ترضى العراق أن يكون مطيعا كما الآخرين مثل دول الخليج، بل تريده أن يكون مستعبدا. مثلا أمريكا مع السعودية، مع الكويت، مع الإمارات، حتى مع الكيان الإسرائيلي، عندما وجدوا بأن مصلحتهم هي بالاتفاق مع الصين، هذا الناهض الجديد، إلا للعراق هو ممنوع، وأيضا سمحت بأن السعودية تبيع نفطها باليوان وبغيره، إلا مع العراق تشترط بشكل مباشر وكأن لا سيادة ولا كرامة ولا استقلال للعراق، حتى منع المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالصين أن يتفق، نعم، ويذهب إلى مصالحه. أكثر من هذا، ولربما طرحت
إذا كنتم ترفضون أن يذهب العراق يتفق مع الصين ومع ألمانيا، تعالوا أنتم نفذوا هذه الخدمات بالشروط وبالتقاعد والتعاقدات. لا يوافقون العراق أن يذهب بخيارات تذهب إلى عزة واستقلاله، وأيضا لا يشاركون في هذا. سنكمل في هذا المحور نقطة يعني بعد إذنك اعتبرها مفصلية وكن نرجع لها. الدكتور هاشم الكندي، الأستاذ تبارك الراضي، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معنا لنقرأ سوية مقطعا من مقال حمل عنوان تجاهل لافروف سوء تقدير موقف الكاتب مانع الزاملي. تجاهل لافروف سوء تقدير موقف الكاتب مانع الزاملي. كان علينا أن ننفتح على المبادرة الروسية التي جاءت في الوقت الصحيح لو استثمرناها تكتيكيا للتلويح للأمريكان بأننا قادرون على الانعتاق من القيد الأمريكي الذي تحول من تعاون استراتيجي إلى سوء استغلال للوضع العراقي وتدخل في شؤون البلاد واقتصاده. وإذا كان الكرد يحسبون أن حصتهم وزارة الخارجية، فلا يعني هذا أننا سلمنا كل مقادير بلدنا بيدهم، وإن استقبال لافروف بهذه الصفاقة وسوء التقدير دون حضور وزير خارجيتنا في الاستقبال هو نهج مخزن وغير مقبول دوليا، ولا يتماشى مع العرف السياسي ولا حتى العرف الشعبي والديني الذي يؤكد على إكرام الضيف مهما كان موقفنا منه. لقد أثبتت الدبلوماسية العراقية فشلها وتخبطها في هذا السلوك. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وأجدد ترحيبي بضيوف الأكارم الدكتور هاشم الكندي رئيس مركز النبأ للبحوث والدراسات الاستراتيجية، الأستاذة تبارك الراضي الكاتب والباحث في الشؤون السياسية. أستاذة تبارك، يعني هذا القدر من التجاهل الذي عمل به وزير خارجية روسيا، هل ستجد روسيا مضطرة للتعامل بشيء من العنف إذا استمر العراق بالانصياع للتوجيهات الأمريكية؟ هل يمكن أن يحصل ذلك؟ ما ممكن. ليش؟ لأنه لازم نعرف أنه اليوم المصالح الروسية مو يعني ما أكو قواعد روسية على غرار القاعدة الروسية. لهذا مو بالضرورة العنف. بغض النظر حتى يعني. نفوذ ماكو نفوذ روسي واضح بالعراق، وبالتالي مصالح قوية بإمكان يعني روسيا أنه تستخدم العنف من أجلها مثل ما حصل مع سوريا. حتى الولايات المتحدة في سوريا احترمت مناطق النفوذ الروسية، لكن بالمقابل تحولت سوريا لمناطق نفوذ لقوى دولية عديدة. لكنها قادرة على أن بالعراق تصنع من أجل محاور من تحقق من خلالها نفوذ. نعم صحيح. بالعراق من أجل تقليص النفوذ الأمريكي، روسيا تعول على الموقف الإيراني بتقليص النفوذ الأمريكي. خلينا ننسى أنه الروس يعني ما يثقون بنظام على قدر ثقتهم بنظام الجمهورية الإسلامية بإيقاف المصالح والهيمنة الأمريكية. وصفوها بالحليف المؤتمن يعني. نعم. الصين كذلك تعول على شجاعة الموقف الإيراني بتقليل أو بزيادة حجم التراجع النسبي الأمريكي مع الصين والقوى الأقرب منها. لذلك روسيا بالعراق أعتقد تعول على الموقف الإيراني بقدر ما تتخذ يعني إجراءات مباشرة. شكرا دكتور هاشم. روسيا ربما تنظر بعين الريبة والشك من وجود القواعد الأمريكية في العراق، وهناك اعتقاد بأن الأمريكان وضعوا صواريخ باليستية في قواعد في إقليم كردستان ربما تحمل رؤوسا نووية تستهدف بها الروس. شلون تقول لها؟ لا ربما هذا الأمر دون الدخول بالتفاصيل. نعم. واقع الأمر، روسيا لا تخشى تحديا عسكريا ينطلق عليها من العراق سواء كان من قواعد أو من إقليم كردستان. هذا الأمر فيه تفسيرات كبيرة وكثيرة. تعرفون ولو طرف منها، لأنه أريد أفهم الدستور العراقي يمنع هذا الشيء. نعم. الشعب العراقي أيضا يرفض الآن أي ظهور مسلح. دكتور، الدستور العراقي يمنع ذلك، لكنه إحنا شفنا بأم عيوننا كيف انتهكت الولايات المتحدة الأمريكية الأجواء والأراضي العراقية في استهداف قادة الانتصار. أقول الآن أمريكا أضعف وأجبن ربما المرحلة من صحيح أن تظهر احتلالا عسكريا واضحا في العراق.
هي تعرف جيدا ماذا سيكون ضد ذلك الظرف التاريخي، لكنها كما قلنا هي تحاول أن تنتقل إلى احتلالات أخرى. أيضا أمريكا لا تسعى لتخلق أعداء للعراق سواء كان روسيا أو غير روسيا، ولكنها تريد وتعمل من استراتيجية واضحة إلى عزل العراق عن أصدقاء الحقيقيين كما تفعل مع الجمهورية الإسلامية. ولماذا الآن الحديث عن الجمهورية الإسلامية؟ الآن مثلا شاهدنا في أزمة الدولار كل الحديث والتركيز وكأن هذا الدولار هو مشكلة بالتبادل مع الجمهورية الإسلامية. وواقع الحال هو يتحكم بالبغال الأمريكي، هي ربما البلد الرابع بالتعاملات، البلد الصين والإمارات وتركيا قبل ذلك. كذلك مع روسيا هي تريد أن يبعد العلاقة حتى لا تكون له خيارات. عندما لا تكون روسيا مثلا حاضرة بأن تكون مشاركة في استثمار الغاز العراقي، أين يذهب العراق؟ يذهب إلى حليف أمريكا وهو فرنسا ليخضع العراق أيضا لإملاءاته واشتراطاته. وبالتالي روسيا تدرك كل هذا الأمر. حضور روسيا كان واضح برسالتين. الرسالة الأولى أنه احترام الشراكة والصداقة التاريخية وأن لا يكون العراق أوكرانيا جديدة تجاه روسيا، سواء كان بقطع الإمدادات أو حتى بما يراد بعد أن فشلوا في تمرير أنابيب الغاز بسوريا، أن يكون العراق أن يكون ممرا لهذه المصالح دون أن يحدد مصلحته. الأمر الآخر خصوصا أن هناك مشروع قطري يعتمد على الصحراء الغربية، هو البديل عن الغاز الروسي. الأمر الآخر أنه روسيا أيضا تكون حاضرة كشريك تجاري اقتصادي وسياسي وأيضا حتى عسكري. نعرف أن الأمريكان لم يلتزموا لغاية الآن حتى بصفقات التسليح التي أعطى العراق ثمنها، وكنا ولازلنا نواجه مشاكل في التصدي للعصابات الإرهابية لأن الأمريكان لا يعطونا لا الأسلحة المطلوبة ولا حتى يمكنون العراق من محاربة العراق. فبالتالي هذه الرسالتين ستكون هي الحاضرة. هنا لابد من استثمارها من قبل الوفد العراقي والحكومة. أنا أقول الحكومة تنطلق بالقوانين الدولية. قد يقول البعض أنه أمريكا هل تحترم القوانين الدولية؟ هذا سؤال نعم علينا أن نطرح هذا الأمر وأيضا نكشف أمريكا لسنا ضعفاء. هذا الأمر لابد أن يكون واضحا. اليوم ترك أموالنا عند الأمريكان هذا الأمر لابد أن لا يكون. نحصر كل تبادلاتنا بالدولار الأمريكي والتقييدات الأمريكية هذا الأمر لا يكون. نسمح لأمريكا أو لغير أمريكا أن تحدد أولوياتنا وارتباطاتنا وصداقاتنا هذا الأمر كله غير مرفوض. العراق ليس قاصرا، ليس عاجزا. العراق يمتلك القدرة الاقتصادية، يمتلك الظروف الجيوسياسية التي جعلته اليوم في موقع والقوة بأكثر من كل الفترات السابقة. عليه أن يتحلى بقوة الإرادة والإدارة السياسية لإدارة هذه الملفات. هذا يتطلب تعاونا سياسيا ووحدة بالموقف السياسي. ست تبارك، هنا كأنما هناك نوع من التخاطر بين الأستاذ الكندي والكاتب مانع الزاملي، لأنه يقول في مقاله أن فرصة التلويح بالاستعانة بالروس وحده يكفي أن تعيد أمريكا حساباتها وتقلل، إن لم نقل تلغي سعيها لإحراج حكومة السوداني. يريد أن يسلم حكومة السوداني هراوة لجلد ظهور الأمريكان. وإذا افترضنا أننا نميل للموقف الروسي الذي يتناغم مع الموقف الإيراني والسوري والصيني، إذن كان علينا أن ننفتح على المبادرة الروسية التي جاءت في الوقت الصح. أريد تناقشيلي هذه الجملة. أنا أتفق ويا الكاتب ويا دكتور هشام بهذه الفكرة. الحكومة أمام يعني فرصة مهمة لاختنام طبيعة المرحلة والظرف التاريخي،
وبالإمكان التلويح بورقة روسيا للضغط على الولايات المتحدة على الأقل إذا ما سحبت أموالها من الحساب الموجود بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على الأقل أن تكون هناك حرية عراقية باستخدام هذه الأموال سواء بالتعامل مع روسيا، تنويع التبادلات التجارية، تحسين صورة العلاقات الخارجية العراقية اللي تشوهت أثناء حكومة يعني حكومة الكاظمي السابقة، واللي انطلقت من أساس كان ضعيف العراق به على مستوى السيادة، واتجه لتعويض المساعدات الأمريكية لبعض الدويلات بالمنطقة عن طريق العراق. لذلك حكومة السوداني بإمكانها استثمار هذه الفرصة لفتح شراكات استراتيجية. مو يعني المسألة بهذه الأهمية مو بس بهذا الجانب، بجانب آخر احنا محتاجين التعامل مع روسيا. ليش؟ لأنه احنا مو فقط على صعيد المستقبل عندنا أسلحة روسية بحاجة لقطع غيار من روسيا، أسلحة بحاجة يعني لإعادة صيانة وغيرها من روسيا موجودة ونستخدمها، وبالتالي احنا محتاجين مو فقط التعامل المستقبلي. إذا ما يعني الولايات المتحدة فرضت قيود أو وجهت عقوبات للعراق في سبيل من أجل يعني منع روسيا من التعامل مع العراق، أعتقد أنه هذا ما راح يكون أكثر من تصعيب المهمة على الحكومة العراقية. بالتالي يعني العراق غير ملزم وروسيا غير ملزمة مثلا بالموافقة على القيود اللي تفرضها الحكومة العراقية. يعني مثلا إذا اليوم الولايات المتحدة رفضت أنه العراق يسدد ديونه لروسيا، بإمكان العراق أن يستخدم طرق أخرى لتسديد ديونه، مثلا أن يلجأ لتعويض الديون الروسية بسلع عراقية تأخذها روسيا بديلة عن الديون المستحقة. بالطريقة الثانية أيضا بإمكان الحكومة العراقية أن تشتري العملة الروسية بطريقة غير مباشرة وتسدد ديونها يعني لروسيا. إذن عملية منع العراق مو عملية مضمونة، بالتالي العراقي بإمكانه أن يلجأ لوسائل أخرى. لذلك يعني لجوء واشنطن لمجرد تصعيد للمهمة للعراقية. كندي دكتور هاشم، وزير خارجية العراق غاب عن مشهد استقبال وزير خارجية روسيا. احنا بالمقدمة قلنا انه هذه روسيا البلد العظيم واحدى البلدان العظمى، وحقيقة يعني زيارة وزير خارجيتها زيارة مهمة بالتأكيد، يعني البحث عن حالة توازن بالقوة بالسياسة يستلزم ان تفتح ذراعك لروسيا. لكن شفنا ان وزير خارجية العراق غاب عن المشهدية الاستقبال، وكأن وزير الخارجية العراقي يعمل بوحي من تحالفات الكردي مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا تحالفات العراق مع الولايات المتحدة، وربما سعي للتحالف للروس مع الروس. إذا بدنا نتكلم بصراحة وبموضوع بدقيقة بعد إذنك يعني بدقيقة. نعم هذا الأمر ملاحظ. الوفد الروسي الذي جاء هو أكبر وفد دبلوماسي وسياسي رسمي روسي يزور العراق في تاريخ العلاقات. نعم. بل هو أكبر وفد دبلوماسي وسياسي زار العراق بعد عام 2003. نعم. أن يكون في استقباله سفير معاقب. نعم. هذه فيها إشكالية. نعم حضور وزير خارجية كان أمرا مطلوبا بروتوكوليا، وأيضا هو هي جزء من سمعة العراق. نعم. الذي هو يرحب بضيوفه. نعم. وعلى مستوى التبادل والتعامل المتبادل بالاحترام، هذا الأمر يشخص على أن لازلنا في سياستنا الخارجية للأسف لم نستطع أن نفصل الحالة الحزبية عن أداء السياسة الخارجية العراقية. ولهذا الملاحظ أنه حضور الإقليم وكأن هنالك دولة ثانية. نعم. في سفاراتنا يعني كأنما الحاكمية تحالفات الكرد مع لا تحالفات العراق. أمر آخر عفوا. هذا لابد أن وهو يصح سيصح، أنا متأكد أنه سيصح. نعم. بعيدا هسه ربما استقبال السوداني للوزير الروسي كل الوزراء. نعم. كل الوزراء. نعم. خارجية وغير. نعم. الوزراء. نعم. أن يكون وزيرا للدولة العراقية. نعم. وللحكومة العراقية وللشعب العراقي، وليس وزيرا للحزب أو مكون أو فئة معينة. الدكتور هاشم الكندي رئيس مركز النبأ للبحوث والدراسات
الاستراتيجية الأستاذ تبارك الراضي الكاتب والباحث في الشؤون السياسية. شكرا لكما، كنتما ضيفين كريمين. أيها الأحبة، نختتم حلقتنا هذا بالتذكير بأن السيد محمد الشياع السوداني رجل خبرته المواقع وخبره العمل السياسي، وأثبت نجاحا وأثبت قدرة على تجاوز كل العقبات التي تعترض طريقه، فهو يسعى إلى مد جسور التعاون والصداقة مع كل بلدان العالم، لأنه بهذا الشكل يستطيع أن يؤمن الدعم الدولي للحكومة العراقية. فدعوه يعمل، وعلى المحاصصين أن لا يضعوا العصي في عجلة السيد محمد الشياع السوداني. في أمان الله.